جرى قرار المحكمة العليا السماح للمال الخاص بتمويل الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات مخاوف جادة بين السياسيين والمواطنين في واشنطن. الرئيس باراك أوباما ندد بالقرار قائلا إنه يهدد القيم الأساسية التي بنيت عليها الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة، فيما يقول المؤيدون إنه يرفع جميع القيود عن حرية التعبير التي يضمنها الدستور الأمريكي. من واشنطن يرصد الجدل رابح فيلالي. بالنسبة للرئيس باراك أوباما فإن السماح للمال الخاص بتمويل دعايات المرشحين في الانتخابات يشكل تراجعا عن القيم الأساسية للممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة. هناك إحساس بأن شيئا ما قد أصبح مختلفا وأن شيئا ما قد انكسر في واشنطن. ولا يجد الرئيس الذي اختار في حملة ترشحه للبيت الأبيض معارضة نفوذ الجماعات الضاغطة وأنصارها، واختار أيضا أن يكون تمويل حملته من مال المتبرعين البسطاء دفعا لمخاطر تأثير المال الخاص على استقلالية القرار السياسي، لا يجد حرجا في القول أن القرار يشكل تراجعا عن موروث قانوني تشكل عبر تاريخ أمريكا الحديث قبل 200 سنة من الآن. إن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على الناس، ولأن القرار يشكل حالة تحول في الممارسة السياسية فمن الطبيعي أن يزيد كل هذا الجدل في العاصمة الأمريكية، فيما تقول المحكمة العليا إنه يضمن حرية التعبير التي هي في صدارة القيم الأمريكية. القرار يرفع كل القيود عن حرية التعبير وهذا أمر إيجابي. التخوف الأكبر الآن في واشنطن هو أن القرار يأتي في مرحلة قلقة بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي خسر الأغلبية في المجلس قبل أكثر من أسبوعين، وفي وقت يتوجه فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. أعتقد أن الخريطة السياسية في نوفمبر المقبل سوف تتغير في ضوء القرار الجديد. وعلى الرغم من موقف الإدارة المعادي للقرار تجد بعض الأصوات مساحة للإيجابية فيه، حيث ترى أنه يدفع إلى إثارة المزيد من التنافس في الحملات الانتخابية. القرار ترك أسئلة ومخاوف عديدة من غير إجابة، وعلى المحكمة أن تجيب على هذه الأسئلة. بين التأييد والمعارضة يجد قرار المحكمة العليا الكثير من الجدل وسط تخوفات جادة من أن يفتح ذلك الباب واسعا أمام تدخل المال الخاص الأجنبي في القرار الأمريكي بدعم مرشحين معينين ومعادات آخرين، وبالتالي فإن ذلك يشكل مصادرة لحرية الاختيار، وهذا أمر يشترك فيه المعارضون والمؤيدون على حد سواء، خاصة وأن المحكمة لم تحدد وضوحا موقفها من المال الآتي من خارج الحدود. قوة أمريكا ليست في اقتصادها القوي وليست في جيشها الحديث، قوتها الكامنة في قيمها الأخلاقية، قال باراك أوباما في مناسبة الترشح لرئاسة الولايات المتحدة. لذلك نقاش واشنطن الآن يتركز عن علاقة المال بالسياسة، ويتركز عن توازن السلطة بين القوى التقليدية في البلاد والمتمثلة أساسا في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. توازن السلطات وتكافؤ الفرص، تلك القيم التي بنيت عليها أمريكا. رابح فيلالي، الحرة، واشنطن. تقدم عدد من أعضاء